استقبل مطار القاهرة بالأمس وفد من المجلس الأعلى للشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة بتاتي هذه الزيارة تزامنا مع دعوة مجلس النواب الليبي الجيش المصري التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك بيطال أمن بلدينا وعرب مجلس النواب الليبي في بيانه عن ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية داعيا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن ضحر المحتل التركي والحفاظ على الأمن القومي المشترك طيب طبعا في لقاء بقى للسيد الرئيس مع وفد القبائل الليبيه واكيد طبعا احنا بنتكلم على اجتماعات بقى بتتم النهارده واكيد هيكون ليها مردود كبير على فكره الامن القومي المصري والعربي فطبعا متحدث الرئاسه اكد ان السيد الرئيس بيلتقي مشايخ واعيان القبائل الليبيه الممثله لاطياف الشعب الليبي وطبعا هذه الخطوه ممكن يكون لها الاثر البالغ على احتواء الاوضاع المتازمه في ليبيا وطبعا اليات التنسيق المشترك ما بين مصر وليبيا طبعا احنا بنتكلم على المؤسسات الشرعيه الليبيه آه ودي اعتقد برضو بتكون فرقه واحنا بنتكلم مع المجتمع الدولي وعلى التحركات اللي بتتم على المسارات المختلفه آه لا سيما على المسار السياسي والمجهودات اللي طبعا بتصب في النهايه في حمايه الامن القومي المصري آه والليبي والعربي وطبعا طبعا كنا بنتكلم على فكره ان السيد الرئيس كان بيتواصل بالامس مع الرئيس الفرنسي وطبعا وجهه النظر الفرنسيه بتتوافق الى حد كبير مع وجهة النظر المصرية او الليبية او حتى العربية اللي بتسعى للحفاظ علي الامن القومي الليبي والمصري والعربي